إسرائيل كنا في اجتماع مع اتحاد الصناعة والتجارة وكانوا هما بدون تخوفهم على الحالة الاقتصادية والخطر اللي بيهد بلادنا هو دوا خطر الإفلاس وكان هما قاموا بمبادرة يوم 29 جويلية اللي تتلاقى معناتها في العديد من النقاط مع مبادرة الاتحاد العام في السنشون ومع مطالبنا احنا زادة واحنا اللي تمناها. النقاط اللي طالبين بها هما في المبادرة أولا هي استقالة الحكومة لفشلها وتعويضها بحكومة غير الحسبة ويكون على رأسها رئيس حكومة مستقل ويكون عنده معناتها متفق عليه ويحظى على توازن الجهة الكل. بالنسبة للمجلس التأسيسي يراو أنه تقليص معناتها المهام تاع المجلس التأسيسي والمدة معناتها خاصة المدة واللي أكدوا عليه أنه وضع برنامج واضحة وتاريخ الانتخابات. احنا صامدين ومازلنا على ثابتين على مطالبنا وفيما توا نذكركم على الاسبوع الرحيل شنو التحركات اللي باش نعملوها والمراحل خاطر مانيش ما باش قعدنا توا 29 يوم واحنا قاعدين في باردو ينجموا العباد معنا هما كانوا نخليهم قاعدين غاديه ولا يوم بعد لا توا يلزمنا معناتها ناخذ مسؤوليتنا واحنا مسؤولين وما عادش البلاد تتحمل انه تزيد يظهر اكثر من هكا واحنا عازمين انه ان شاء الله الجمعه هذه تكون جمعه معناتها الحسم وجمعه اللي الامور الكل تتبدل في بلادنا وانه نقضوا بلادنا وان شاء الله الكل مع بعضنا وهذه الحاجه اللي شعرنا بها الحاجه الباهيه اللي اول مره يمكن تصير انه الاتحاد العام تمشي للشغل هو واتحاد الصناعه والتجاره معناتها على فرق مطالب ومع بعضنا الناس الكل معناتها هذايا مطلب ولا مطلب اجتماعي ومطلب شعبي ومطلب معناتها بتاع الاطراف الكل. فعلا تمت المقابله مع الاتحاد العام تمشي للشغل يعني امس رينا وانه المبادئ العامه تقريبا موجوده لكن فما اتفاق في موضوع حل الحكومه وهذا متفق عليه ام سيدنا محمد الكل في هذه البلاد الا فما المجموعه اللي هي الوحيده اللي تراوى انه كل شيء معناها ماشي على احسن ما يكون وبالتالي ما فماش فايده مش ان نراعي الموضوع. في نهايه الامر الموقف بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل معناها هو موقف اللي احنا انسجمنا معه وعبرنا على استعدادنا واننا سندخل في هذه المبادره ونحركها طالما وانه يقع الاعلان عن البند الاول الوارد في هذه المبادره وهو اعلان هذه الحكومه وانها ستستقيل او تستقيل وفي نفس الوقت قبولها وان فكره وان تكوين هذه الحكومه تاع انقاذ وطني. في الاول سمعنا الخبر هذا معناها تفاءلنا خيرا وقلنا هذا ايجابي خطوه ايجابيه سنتفاعل معه ونتعامل معه ولكن مع مرور الوقت بشويه بشويه انتابنا شعور ومن بعد اصبح متاكدا من ان هذا يدخل دائما في اطار مناورات حركه النهضه ربحا الوقت وتقسيما للمعارضه والاطراف التي تدعو الى استقالة الحكومه. نحب نقول حاجه واحده نحن متشبثون بموقفنا. موقفنا راه ماهوش موقف متطرف. موقفنا موقف معتدل ومسؤول. حالما تعلن حركه النهضه عن قبولها استقاله الحكومه وقبولها بفكرة الإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني وقتها بعد ساعة نبدأ الحوار والتفاوض مع حركة النهضة مباشرة لسنا في حاجة لأحد باش يدخل ويجي يحب يعمل وساطة بيننا وبين حركة النهضة حالما تعلن عن قبولها بفكرة الإنقاذ ومسار الإنقاذ وبحكومة الإنقاذ نقعد مع بعضنا باش نشكلوا هالحكومة هذية ونتوافقوا عليها بطبيعة الحال كل الأطراف السياسية التونسية. سنواصل عبد العزيز يحكي لكم في الموضوع هذا في التعب الى اخره سنواصل تعبئتنا سنواصل نضالنا سنواصل اعتصامنا امام المجلس الوطني التاسيسي سنواصل نضالنا حتى تتحقق اهدافنا لما فيه مصلحه للبلاد.